بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيث مثلا سلام ربي في اللون أكون يفك ربي السر ذي السر يرنو يون ثلاثة نسر كوني جعل ربي ذا ذروم إبعاد في اللون لهموم صلف أخذم قرآن مرزد في اللون قرني ثقبيلي ثاندي زورول التباعي ثوضار أن دي زورول إظفريث وظار إن زداغ بذراراقي تدارتاقين عباد ولو قريس دي الزين إن شاء الله أكون أحفظ ربي إن شاء الله من كل بلاء أكون إسا ربي صراغة ما يدوني ثما ذي الأخر وقاد يموثن أثنى رحمة ربي إموضان أما ذي سفيطرة ثما ذي خامن أثني شفو ربي إغريفن أثني حرز ربي وثين ديال ربي أرث مورث نسن سي مولا نسن بخير وعلى خير فنوي لأنك إذا قيت حضرا أكون يفكى ربي ثزمر ثنت زمورث إن شاء الله أين تفغى ميقضى أين تقاد ميخضى أي ثمثن أسن تلنا غبوسا دي الدرس أسن سمي أفريذ انتوذرث أفريذ انتوذرث نكوني ذي نفقاون ذي الدونيس ثوذرت النغ والزيلث ولا ما غزفت ثوذرت النغ والزيلث ولا ما غزفت الشيخ محمد الحسين ذي أضرب ربي فلاس يقاري مبوال أطاسي مسيني غدي جا ذي الروج السيسن يناد ولاش تصبحيث ورنسعي ثامديث ولاش تصبحي ثور نسعي ثمديث ذي طيجي شرق الصبح أدي شرق يجهاد يضوى الخير البح معنى سيمي الحواس من مي وض يثلمس تبواس أدي اللي يجهد يقوى ثفاثيس تجهد يضوى من بعد ذي ضعاف ألما يغلي طيج ألما ديوسى المغرض أذي غرض يطيج ولا ذنو كوني ثوذرت نغايث مثلا أديا سوى طيج النغاذي غرض غاسقلا ثورا يضوى أقلا غانتسيذير ذي الدونيث ورنحصيارا ونظريارا ملمي الأدياس لجل أمعنى أدياس سيدي ربي ذي القرآن الناد الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ربي زوار دي هضر في الموت قبل دي هضر في الحياة أي غار باش نغف لارا إلا قد سنر يروالن النغ الموت لا يوث السبة ما تشيذ يوث سيدي ربي ندوالي كل أجل كتاب يناد أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ما إلا نرى الموث يروان النغ ونغفل لارا أني السين مشارا نذير أني السين أنذفع أفريذ مسلمة وثكين داما أفريذ تذرث الذي خلق الموت والحياة يبلوكم بعد ديس الإبتلاء أقلق ذي الدونيث أغي جرف ربي كان سويني كفغا ماشي سويني نفغا أغي جرب ربي أكني كفغا ماشي أكني نفغا وغي جرب ملمي كفغا ماشي ملمي نفغا ما نفهم ثيم سلاكي أن السرسي دار ننغ فكالي جهدا ولو ننغ أذي السين سيدي ربي مليح وضرضون سواين أريك ثب ربي سبحانه ذي ثوذر ثقينا أما وزيلث أما غزيفث ولا ما غزيفث وزيلث أم شريلي وفريذ انتوذرث أفريذ انتوذرث يسعى خيران تمثال إلى قثن تمسعو باش أدنيني أقلغ نذفع نظفر أفريذ انتوذرث ثم زوارث إلى قانسين ونغذي خلقا إلى قانسين سيدي ربي
انظر بلي سيدي خلقن الدنيا ثقي يدي خلقن الكون معرفة الله سيدي ربينا دي سورة فصلت الآية 53 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إلى قان السين وين غدي خلقن أن السين ربي سبحانه عز وجل يرنوس نخدم على شريك وحدس سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد ربي وحدس وليس على الشريك. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. أكيد دينا سيدي ربي من سن سيدي ربي نسني ثنو من يس إلى قد سنغوال أي نغدينا أسنغوال ربي يفرض فلانا الفرائض المكتوبات يفرض فلانا تظليث أنزال وأقيموا الصلاة أقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة. في حديث ابن عمر يبنى الإسلام في خمسة تركيزين لا إله إلا الله محمد رسول الله من ساعة التوحيد فظليث الصلاة عماد الدين فظليث تجديث الدين. أم بعد يفرض فلان على عشور يوين يسعاني وين يزمرن وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أشحال اللياث أن دار بيس ذكل ير العشور زكاة أو تظليث الزكاة ذو التماس تظليث الصلاة والزكاة شقيقتان اقترنتا في القرآن في 30 موضعا 30 مكان عند سيدي ربي قرن ير العشور الزكاة أو تظليث. هذا رمضان فاركستي صار بعض رمضان أقلق أن صار جوديك سدين في الحرمة أقلق قسان إن قران شعبان أكا زدثنا خراب بوسان أديا وض رمضان دين في الحرمة أرديا وين الخير ذي البركة أسيني مرحبا يس إن شاء الله غدياف استزمرت النغ ذي لهنا النغ بشث نظم ذي السر ذي لسر وين الزمرنا دا ستركيستيس خمسة الحيج في قدق يوك اسمي سنة العبادات إفرضيه انتي دا ربي سبحانه فلانغ فلانغ السناث ثينغ السناث وين الزمرن أولى ذا رمضان وين الزمرن خطر ميلي ورسالة الزمرت إلا أذيف ذو رمضانيس أذيف ذو رمضانيس فظلي ثوري زميرانا سوى الدوذ نصيف دي أذي الظال استغيميث سيغيمي مور أكني زمرا ذي الظال المهمة ذيلي سوى قذي عفذن ربي يكون من عباد الله من عباد الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أم بعد من خذم العبادة يغدينا سيدي ربي أقلغ نذفع أفريد تذرث خطر زميرا دنيني تذرث بلا ما نذفع بلا ما نظفر أين يغدينا ربي سبحانه عز وجل إذا غدي خلقا أرنو ياس باش نفسر تذرث النغ سيدي ربي ناك خدمت الخير الخير راه يتساوي لهنا يتساوي المحبة يزيز دي يلاون يشبحو ذماوان خطر ذي الخير. وسيدي ربي ينادي صورة الحج لايتي 77 ينادي وفعلوا الخير لعلكم تفلحون أغدي قار خذ مثل الخير الخير ذا فريذن الفلاح ذا فريذن النجاح يرنمي غدينا الخير يوسع كل ينذي يخدم أندثي ولها ربي سبحانه لأنه قادي سعواني نجليلا
وياض تعاوني موضان وياض تعاوني وجيلن وياض ذي قداشن انت الدارس ذي قداشن انت الدارس ذي وياض ذي منين الخير وياض صغارين وياض خدم كلي ولا شو يخدم ربي سمايس الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ذي الله ينظن إند فاستبقوا الخيرات أتريثم زي زلت أنيور غل خير الخير تشبيحن الدونيث تشبح الدونيث مري جهد الخير يريم ذانا وين يغدي خلقني ند في غاوند الأرزاق أمعنى خنوي إلى قد نفقم إلى قد يفن في اللون الخيراجي وديفن الفياض إند وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه سورة الحديد الآية 7 الدقار أماكن قانس قبالي ثرب بفكا غيما السن في الدضاغ إفا السن إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده ربي حمل مريفك الأرزاق ومذان أمذان أني أذي يحمد سيدي ربي وثي تجارة رزقني جريفة سنيس ولن تذي فكي وياض فوكشي العطية الهدية الهبة فعل الخير وقذاغ ذافري ذنتو ذرث ثلا ذاغ إلا لامر وايض ذاغ نحواجيث نحواجيث النبي عليه الصلاة والسلام يشقعث دا ربي رحمة للعالمين إناد في سورة الأنبياء الآية 107 وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ونتيند في منيس أنا الرحمة المهدات ذا الرحمة إيكو العالمين أكن ملان ثخلقي ثكن مثلا أمعنى ذي ثخلقي ثقي مخلف مدن ثقيل ساون مخلف ذي العوايذ أم خالف ذي قمزروق نسن ذي التاريخ نسن أم خالفا والشياقي ماشي ذيني ضرا ذيني نفعا تسير قوى نالخير تسير قوى بين الهان أما كنقارن الاختلاف اختلاف تنوع وتكامل الاختلاف تضاد المعنى يس أين يكون قلنا أكيد شبح الدونيث كل يوم يسعى التاريخي ناس كل العرشنا كل يذوذ يسعى العويذي ناس يسعى تجديثي ناس ذيني من في صلى الله عليه وسلم ايناد إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق المعنى يس أيني قلهان يلاذ قمزروغ بومذان ناذ قمزروغ بويذوذ من المجتمع ذي ثمتي نطفن ذي جدي ثنسان إيقلهان إيقنفعان زديان ثاقي ذيني يشدن أرض شرعيث يعني ثا شرعيث تكفوذ يومزروغ نغيث جديث الجمذانين بويذوذ أي غير دنيا ولاقي باش الدنيا باللي الشرع سيدي ربي يسوسعا كل المجتمع كل يذوذ يسعى العوايذي يسعى التاريخ إنس أثني عين ربي والذي الشرعيث اليوم يقارن العرف وربي ناد ومر بالعرف والنبي عليه الصلاة والسلام الأعراف إقلان يريم ذانن حتى قلان ذي الجاهلية تيديرن ديكس يوكذيثن ثيقا ذي الهان يفاد ثي الرقزة يحمل ثي الرقزة يفكيس نفوذ يثي الرقزة خط ربي القرآن يناد من المؤمنين رجال يعني ربي هضرت في الرقزة نكوني ذي ثقفيلي ثنغ مرادينين شباحة بورقات ثي الرقزة المعنى يس في الرقزاني لانديث قذيليث فشرعيث في كياس فوذ في كياس الجد في القفليت
يفاد ثلا ومقارن النصرة النصرة ثقي ثلا الولاء يلا يلا نكون ذي جدي ثنا مراكينين أثل عراض أبوها يثل عراض مرسولن إمنين الخير أبوها المؤمنين في قذقي ذا النصرة والولاء ذيني قلان ذي جديث ذيني قلان ذي شرعيث ثقمس ثلها ورنساي ثقمس محقور يسينو مذياز ذا ولد جاني مزورة ذا شرعيث فكي يسفو ذي ثقمس إنا ديننا المؤمن هنا إخوة سورة الحجرات ثقمس أتيلي يذمن أتيلي انت الدارث أتيلي بذروم أتيلي العرش واتيلي إيوذ من ربي خطر الله ومرارة مقراني غي شركين أفري ذا مقرنا غي شركين أفري ذن الإيمان سيدي ربي ناد إنما المؤمنون إخوة ثلا المعاونة ثلا مقارن في مشرط ثلا مقارن في ويزي في قلقياك ذيني شدن غل معاونة ومقارن التكافل الاجتماعي سيدي ربي ناد قواليس وتعاونوا على البر والتقوى معاونة في البر فين يلهان في الخير صافي أناف ولا تجديث ذيني ديك الشمن بقفريذ تذرث تجديث يسعى نزار غرض شرعيث أولي ورداء جيغا ونثلويث أكن يفكر ربي السر ذلي سر ثلاثا سر آمين آمين والحمد لله رب العالمين.